الرصيف، بعدنا بأنطاليا، رابع نهار، رابع حلقة بالدراي بارك. ما بعرف شو رح أعمل شو ما رح أعمل، يلا خلينا نشوف. هول الألعاب اسمهم ستريت جيمز، ألعاب شوارع اكسترا، لأنه بيطلع لنا جيفت، بس الاكسترا شو بنسحبها من هون؟ بكون اوريدي حاطين شوية مصاري. بدنا نلعب شيء ثاني نربح، نربح شيء أكبر. وعم نحمي بهول اللعب لنشوف إذا بدنا نطلع بالهايبر كوستر. هي كثير متخوف اللي ما بعرف إذا رح أقدر أعملها ولا لا. هلا رح نطلع برولر كوستر صغيرة، بعدني يعني عم فكر. طالعين هلا بالهايبر كوستر، صوتي عم يرجف قد ما هي بتخوف. شو؟ ادرينالين ادرينالين، بدي سكر بدي سكر بدي ماي. خلص ما بعرف اعمل شيء عن جد، ما بقدر. بدي هيدا الشيء، كل شيء انواع كريب، خلينا ننزلهم عبد تويكس. مين ذكر تويكس؟ هون نو دايت، بما انه صرفت لي شي 1000 كالوري بهالالعاب، بلشنا بالحلو وراجعين رايحين على المالح. دجاج كانجيز كابويا اكيد 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 اكيد. شو اطيب شي؟ لوتس كريب على لوتس وكراميل، فيها رشة سينمون. يعني صراحة I'm speechless على الألوان، على الكانديز، على كثرة الكانديز الموجودة، على الكرياتيفيتي الموجودة. مين بحب ما بحب غزة البنات؟ فريز حليب وبردة. خلص أكلنا شوغر إناف، عم ناكل شوغر، عم ناكل هوت دوغ. جينا عن هيبو هيبو ناكل هوت دوغ، وإذ في لبناني وين ما كان نلتقى بلبنانية شربل. يس، فسر لي كل هوت دوغ شو؟ هيدي الهوت دوغ انكل فرانك، بيجي فيها توميتو مع الاونيون والهوت دوغ كاتشب والمايو. الهوت دوغ باسيتو، باسيتو هيدي أكثر شيء مكسيكان؟ تقريبا، بيجي فيها هالبينو الصلصة، صلصة كمان تيجي شوية سبايسي مع تشيدر تشيز اون توب مع الكرانشي ناتشوز. هيدي أكثر شيء فيمس عندنا. نيجي لهون في عندنا الماري كاري، بيجي فيها الكيدني بينز مع لحمة. رح ذوقها مع إنه أنا ما بحب اللحمة والهوت، يعني عرفت هالقد كومبو. ما فيها كثير تعمل بينز،
لا لا ما في شيء كله مخلوطه مع بعض. نجي لهون في عندنا ترافل فرايز اللي هي بتجي فرنش فرايز عادي مع جبنه الترافل هي تركيش تشيز مع زيت زيتون بنخلط هون مع بقدونس على مع بقدونس على طعمه الترافل خفيفه لانه اذا ما نحط كثير مش حيحبوها لانه ثقيله. ايه هيك جبنه بلديه معتقه اللي بحب العجبان الفرنسويه كثير بتشبهها. يلا تصير هيدي انجوي حاغرس فيها. نحن اصل اكلنا تركي، اكلنا اللبناني اصله من تركيا، بس مين اللي عمله هيك رافيني وطيب هو الشيف اللبناني. وفي انطاليا اطيب مطعم لبناني هو العبير، يعني فيكم حتى اذا ما كنتوا قاعدين بلاند اوف ليجندز فيكم تجوا تتعشوا او تتغدوا بمطعم العبير سبيسيفيكلي. كثير بيهتموا للمواد اللي بيجيبوها، يعني ثلاث ارباع القصص بيجيبوها من لبنان، مزبوط ولا لا؟ فهلا مع ابراهيم رح يدلنا على كل اكله باكلتها، اوكي؟ ويفسر لنا عنها. هي المحمره؟ نعم. اوكي انا بدي ادوق المحمره لانه انا اطيب محمره عندي اياها بمطعم الحلبه ببيروت، يعني هي انبيتبل هونيك. شوفي لنا ونيلا، احكينا رايك. اه طيب شو زيادة شو حاطين لها؟ هيدي فيها زيادة روز وفيها توميتو بيست وفيها شوية فليفلة وفيها فستق حلبي على الوجه واللي كثير طيبة حتعجبك كمان الكبة النية. إذا لك بالنية الكبة النية كثير طيبة. النية بده ينعمل أول شيء فلاش لازم يكون اللحمة لازم تكون طازة كل يوم بيومها تنعمل البورشن بوقتها تنزل فلاش. بس لإلكم إنه أنا هاي أول مرة عن جد باكل ناي، أنا باكل بمطعم واحد ناي، هالقد بلايندلي، لا عن جد طيبة، عن جد طيبة. كيف بتعرفوا المطعم اللبناني؟ من شو بتعرفوه؟ من شو بتعرفوا قد إيه طيب؟ من الحمص. من الحمص تبعه. بس فيها هيك لدعة حامض أو شيء؟ إيه الحامض عندهم أقوى من عندنا باللبنان. طيبة بس انا بحبها بعد شوي حامضه اكثر. كل اللي عم بتشوفوه هون هلا ولا شيء، بعدنا بالميزه البارده، يعني بعد جاي الميزه السخنه والمشاوي بعدين في الدسار. في الدسار اجت الميزه السخنه، حمص بلحمه، فلافل، سولة دجاج، رات، سمبوسك، بطاطا حرة. هيك بتدوب. أما هيدي الكبة المبرومة ون اوف ذا سبيشالتيز، كبة مبرومة مع جوز لحمة ودبس الرمان. يعني على قد الدبس الرمان لا زيادة. شو كنت تحطوا لها لبن؟ بعد قطشة بتيجي مع لبن. أنا بموت بالكاستلاتا. عم بتدوب مثل ببيع عجل هيدا. موزة رز على لحمة مع دجاج. ها سبيشالتي تانية، ها بات فويتي مشهورين فيها الأتراك هون، حط لها لبن كمان. مكستشر بهارات كله كثير طيب. يعني هلا انا ناطره بدي اترك بعد مطرح صغير للدسير لانه عندهم قصص هيك تيبكال لبنانيه على تركيش. هشتليت العبير سبيشلتي مطعم العبير مهلبيه من تحت غزل البنات وغزل البنات من فوق. يعني منيح اللي عبد حد ليذكر، يعني اذا عم شوفها مش عم بتذكر بقى. راح دوق قدامكم. مسك مزهر شوي، ما هيك في مزهر طبعا. لازم يكون انا بالمطبخ كثير، هيدا اذا ماست. احنا ما طلبنا غير شيء لانه هاي سبيشالتي. يلا تصير على السبار راجعين على التريدميل. استاذ محمد هدله مدير الاقليمي لمجموعه ريكسوس
هو الكلب الكل لبنيزة تشيفر من عنا. محمد نحن قضينا أربعة أيام عملنا أربع حلقات. You don't need to go out من land of legends. We don't want you to go out. لا بس we don't need to go out. We want you to stay here. بس كل شيء طيب كل شيء حلو. نقدر في عالم عم تشتغل على حيالنا ديتيل صغير. في تيم كبير بال land of legends. عندك more than 3500 employees that work. 3500 موظف. طب وقديه عندكم مصروف كانديز؟ We do 12 times the shelter day. يا ربي صبح دار عشية الأولاد على الكانديز. Happiness of the children and the families are priceless. لأنه الكبار بينبسطوا والأولاد بينبسطوا. بس يعني إذا الواحد بده يحجز بده يحكي بده ثرو نخال. Definitely. ما هيك؟ بال Lebanese market we have نخال exclusive for all Rixos hotels all over the world. Okay. Of the land of legends. فهي has the best packages plus their advantage إنه عنده wings of Lebanon فthey use the flight. Direct. Flight and direct. Okay. Thank you كتير. Pleasure. أهول الأربع أيام عن جد. And we are very happy that you enjoyed it. We loved it يعني كل مرة أحلى من مرة. وإن شاء الله we have to see you every year. إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن على اليوتيوب شانل تبع مستقبل ويب لتقدروا تحضروا كل حلقات يا لطيف. وكمان فيكن تنزلوا الابليكيشن هيك بيصلكن نوتيفيكيشن كل ما تنزل حلقة جديدة من يا لطيف. يا لطيف على يا لطيف.